اليوم كان عندنا أحد المرضى عمره حوالي 39 سنة ويعاني من مشكلة في تضخم في الخصية اليمين، وهذا أحد التشخيصات كان تجمع شرايين وأوردة ما تسمى بالحموة، وكانت متضخمة جداً ويحتاج إلى انصمام عن طريق القسطرة. وهذه الحالات من الحالات النادرة، تم التجهيز لهذه العملية بالدخول لليوم الواحد بعد أن أجرينا كثير من فحوصات الدم لهذا المريض. العملية تتم عن عملية قسطرة عن طريق الفخذ الأيسر وقسطرة الجزء الأيمن الفخذي، وكذلك الشريان الحرقفي في الحوض لنصل إلى الشريان المغذي للخصية. بعدها تمت عملية وضع حبيبات صغيرة جداً لإغلاق أو لانصمام الشريان المغذي، وتمت العملية الحمد لله بنجاح. أجريت تحت تخدير موضعي، والمريض إن شاء الله سيعود إلى منزله اليوم.